السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الفيديو ده هو استكمال للفيديو اللي عملناه المرة اللي فاتت عن الكارتج ميكانيكال سيل. الفيديو اللي معانا هنتكلم شوية عملي أكتر من الموقع، معانا صور حقيقية لعملية فك وتركيب. القصة بتبتدي إن أحد الزملاء في الصفحة كان عنده مشكلة في البامب دي، اللي هي بامب من كي اس بي ركب فيها دبل ميكانيكال سيل كارتج، كان عنده فيها شوية مشاكل. قدرنا نتابع معاه على مدى حوالي 10 أيام أو حاجة زي كده تقريبا، حل المشكلة، وبناء عليه هو تفضل علينا وبعت لنا شوية صور فاستخدمناها وضفنا عليها مجموعة رسومات وقلنا نوضح للناس. البامب اللي قدامنا دي هي بامب من شركة كي اس بي، زي ما احنا شايفين فيها ميكانيكال سيل. تعالوا نبص، ادي البامب بتاعتنا. البامب اللي معانا دي طبقا للاي بي اي 610، الارنجمنت بتاعها او اتش 2 زي ما احنا شايفينها هنا، اهي اوفر هانج. اوفر هانج يعني الاتنين بيرنج في جنب واحد والامبلر في الطرف، يعني كانها بنسميها كابولي او كانتليفر. نبص كده اهو، احنا شايلين منين؟ احنا شايلين من هنا. ايه ده؟ نص الكيسنج، نص الكيسنج بالظبط، وفي طرف واحد نقطة التثبيت اهي. يبقى احنا شايلين من السنتر لاين بتاع الكيسنج بالظبط، من نصه. هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في عملية التمدد الحراري، ان الكيسنج ده هيتمدد فوق وتحت بنفس القيمة، مش ممسوك من تحت، فلما يتمدد هيطلع فوق بس. ايه ده بقى؟ بنسميه سنتر لاين ماونتد. يعني ايه؟ يعني متثبتة نقطة تثبيت من النص اهو. يبقى لما البامب دي لو هي تشتغل على سائل سخن وهتتمدد، هي ممسوكة من تحت فهتتمدد فوق وتحت، لأن هي ممسوكة من النص بالظبط مش ممسوكة من تحت. طيب سنجل بيرنج هاوس، زي ما قلنا الاتنين بيرنج هاوس، الاتنين موجودين في هاوسنج واحد مش في اتنين هاوسنج، وفي جنب واحد مش في الطرفين، والإمبلر في النص. هنا الإمبلر بتاعتنا في الطرف. طيب في نوع تاني اللي بنختلف عليه، اللي بيبقى أحيانا التمدد الحراري بيأثر جامد. أيوه شوفوا النوع ده، احنا ماسكين الكيسنج منين؟ ماسكين الكيسنج من اوطى نقطه تحت، فلما هيحصل الكيسنج ده هيسخن هيتمدد لفوق، فلما يطلع لفوق مشكلته انه هيغير محور الدوران والسنتر لاين بتاع العمود، فلازم اعمل حسابي في الموضوع ده وانا بعمل الاينمنت، ان اعمل هوت الاينمنت، ادخل الثيرمال جروس معايا. فاكرين فيديو الاينمنت بتاع الهوت الاينمنت في كورس الاينمنت؟ لازم نرجع له. وبيبقى في رجل كمان تثبيت في الناحيه الثانيه. البامب اللي معانا ما فيهاش الرجل دي. طيب تعال نشوف البامب اللي معانا اهي، مفيش تثبيت هنا، نقطة التثبيت بتاعتي من نص الكيسنج. طيب حاجة تانية تعال نركز، ايه ده؟ تركيز التثبيت اهو بالمسامير، يختلف طبعا عن النوع اللي احنا متعودين عليه. نقطة التثبيت هنا في النص، هنا تحت، تمام. ايه ادي السحب بتاع البامب، ادي فلانشة السحب بتاع الكيسنج، وادي الطرد بعد ما دخل الكيسنج وطلع. ايه ده بقى؟ ده خط فلاشنج واخد من الطرد، من الطرد ورايح على الميكانيكال سيل. ايه ده؟ احنا شفناها قبل كده، احنا شفنا الشكل ده قبل كده. ايوه طبعا شفناه. فين شفناه؟ في الميكانيكال سيل اي بي اي بلان 11 اللي اسمه فلاشنج. فحضرتك لو رجعت للميكانيكال سيل اي بي اي بلانز هتلاقي فيه فيديو باسم اي بي اي بلان 11 اسمه فلاشنج، بناخد من الطرد ندخل على اورفيس وبعدين ندخل على الميكانيكال سيل، علشان كده شرحناه زمان، تمام. طيب ايه شكله الاي بي اي 11؟ نبص عليه، ادي فلانشه الطرد اهي، بطلع منها وادي اورفيس، ادخل اخد من الطرد على الاورفيس ومن الاورفيس على الميكانيكال سيل، بسميه فلاشنج لانه متجدد، هيخش ويطلع، يدخل من الطرد على الميكانيكال سيل وبعدين ورا الامبلر وبعدين يخش الكيسنج تاني، تمام. هو ده، نشوف شكله كده، يروح ورا الامبلر على الكيسنج تاني، ده اسمه ايه؟ اي بي اي 11. طيب ادي البامب بتاعتنا. اول خطوه هنعملها ان احنا نفك الكفر بتاع الكابلنج، الكابلنج جارد. ادي الكابلنج جارد، نفك المسمار الغطا ونفك مسمار التثبيت في الارض. يبقى فكينا الجارد. بعد ما فكينا الجارد هنيجي نفك الكوبلنج سبيسر نفسها. الكوبلنج سبيسر لازم تتفك، بتبقى مربوطة في الهب اللي ناحية الموتور ومربوطة في الهب اللي ناحية البامب، لكن في مسامير داخلية جوه السبيسر ما بنجيش جنبها لأن دي جزء من السبيسر نفسه. يبقى هنفك الكوبلنج سبيسر بولت
وبعدين نشيل الكوبلينج سبيسر، يبقى كده بقت البامب مفصولة نهائيا عن الموتور، لكن الهاب اللي على الموتور راكبة والهاب اللي على البامب راكبة. تمام، ادانا ده يدينا مساحة ان احنا نقدر نحرك البامب لما نفكها. طيب، في بعض الناس بتفضل ان قبل ما المس البامب خالص وافك من اول هنا اخد لقطة الاينمنت عشان ابقى عارف الالاينمنت بتاعي كان عامل ايه. انا شغال بقالي سنة، هل الالاينمنت اتغير؟ هل الالاينمنت سيء قوي؟ هل الالاينمنت كويس؟ انا عملته اخر مرة قبل ما افك كان تأثيره ايه؟ وبناء عليه اقدر احكم على اداء البامب، ويديني انديكيشن ان انا وانا برجع البامب دي تاني بعد الصيانة الالاينمنت بتاعي هيديني بيرفورمانس بعد كده ايه، يعني البامب دي هتبقى ايه بعد ما ارجعها كمان. تمام، لو عايزين نعرف نوع الكابلنج ده والالاينمنت نرجع الكورس بتاع انواع الكابلنج اللي قدامنا ده، ميمبرين كابلنج، ونرجع للكورس الالاينمنت في الالاينمنت بتاعه وتركيبه. طيب، عندنا ايه ده؟ ادي الميكانيكال سيل بتاعنا، لقطة قريبة من جوه اقرب للميكانيكال سيل اللي هو راكب في الحتة دي بالظبط. ايه بقى؟ قبل ما المس البامب خالص شايفين الحلقة اللي السهم بيشاور عليها دي؟ دي ايه؟ دي اللوك اللي بعمله على الكارتج ميكانيكال سيل قبل ما افكه او قبل ما اركبه. لو فاكرين الفيديو اللي فات ليه؟ علشان ما يتكسرش بعمل له لوك. فاول حاجة الفها بحيث انها تدخل جوه وتبقى كده. شايفينها ايه اللي حصل؟ الوردة دي كانت بره دخلت جوه ورا الحلقة اللي فيها الالينات، فكده انا عملت الميكانيكال سيل وهو في مكانه على البامب لوك علشان اي خبطة ما يتكسرش، ده قبل ما اعمل اي شيء. تمام، عملت لوك الميكانيكال سيل. تمام، الخطوة اللي بعديها ابتدي افك الالينات دي. الالين اللي احنا شايفينه ده سيت سكرو ده رابط السليف بتاع الميكانيكال سيل على العمود، يبقى اول خطوة افك الالين ده خالص بحيث ان العمود بتاع البامب يبقى ساب الميكانيكال سيل. يبقى انا كده عملت لوك الميكانيكال سيل عشان ما يتكسرش، حررت الميكانيكال سيل من على العمود علشان يبقى العمود حر لو جت خبطة او شيء وانا بفك الامبلر ما تأثرش في الميكانيكال سيل، يبقى الميكانيكال سيل اصبح جزء منفصل لكن راكب مكانه. طيب، البامب دي عشان اشيلها قدامنا الطريقة دي. ليه؟ ايه المكان ده؟ المكان ده بيحدد لي السنتر لاين بتاع السنتر، الوزن، سنتر اوف جرافيتي، مكان الوزن، السنتر اللي اشيل منه ما تقعش يمين او شمال، فبشيل من المكان ده. تمام، ليه؟ لاني لما اشيل من المكان ده اصبح حمل الوزن بتاع الامبيلر والكيسنج كل ده متشال على ايه؟ متشال على البيرنج، لان انا شايل من الهاوسنج، فيبقى الوزن، يبقى انا وزن الهاوسنج انا اللي شايله. يبقى ايه اللي متعرض للبيرنج شايل ايه؟ يبقى البيرنج حاليا شايل وزن العمود والامبيلر اللي هو اصلا في الطبيعي بيشيلهم واكتر منهم في وقت التشغيل، يبقى انا مش هضر بالبيرنج كده، وخصوصا لو انا هرجع البيرنج تاني ومش هغيره. يبقى طريقة الشيل ممكن وانا بشيل البامب بطريقة غلط ابوظ البيرنج اللي انا هرجع استعمله تاني، وده ما يصحش. لكن هنا انا لما شلت من الهاوسنج نفسه حافظت على البيرنج. تمام، طيب تعالوا نبص على البامب بتاعتنا كده، عملنا لها شوية الوان كده عشان الناس اللي بتحب الالوان. ايه ده؟ ده اول نقطة فصل، الخط ده بيمثل اول نقطة هفصل من عندها اجزاء البامب، اللي هو ايه؟ هبدأ افصل الكيسنج عن البيرنج هاوس بالعمود بالميكانيكال بالامبيلر، دول هيتحركوا في جنب ودول هيبقى الكيسنج غالبا هيبقى ثابت في مكانه. ازاي؟ عن طريق ان انا افك المسامير اللي بتربط الكيسنج كفر مع الكيسنج اللي هي دي، شايفينها اهي، شايفينها دي بالظبط كده. يبقى احنا فكينا خط الاورفيس اللي هو الاولاني ده، ده الخط اللي هو رابط الاورفيس بالميكانيكال سيل، وبعدين افك المسامير اللي بتربط الكيسنج بالكيسنج كفر والعمود بالامبيلر بالبيرنج هاوس. يبقى دي اول خطوه. بقت كده البامب بتاعتنا بقى الكيسنج في جنب وكل الباقي في جنب تاني. تمام، اهو شايفينها دي اتفصلت ازاي؟ اهي بقت كده البامب هتنزل على الارض، يبقى الكيسنج بقى لوحده مفتوح وادي مكونات البامب كلها بقت في ايدي. لو احنا شايفين هنا ده الجوان اللي بيربط الكفر بتاع الكيسنج مع الكيسنج، في الحاله بتاعتنا دي هو سبايرال ووند جاسكت. طيب، في ناس بتفضل ان هي تاخد البامب بحالها بالكيسنج وتروح بيها الورشه،
طريقة الشيل تختلف. طبعا حضرتك لازم اشيل هنا في الحالة دي برضو بما لا يضر بالاجزاء. لو انا شلت من العمود يبقى انا شلت وزن الكيسنج، وزن البرينج هاوس على العمود، فممكن العمود يتنى، ممكن البرينج يتكسر. لا، انا بشيل من الكيسنج نفسه، ففي الاخر العمود هيفضل شايل هو والبرينج مجرد وزن العمود ووزن الامبلر اللي هو ده الطبيعي. يبقى دي طريقة الشيل التانية. تمام اهو كده. طيب رحنا الورشة حطيناها على التسجة بتاعتنا بالطريقة بتاعتنا زي ما احنا شايفين الراجل شايل صح جدا، وان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي.